العرضية، روس أمام المرمى، روس روس، أوهو، جينا داكروز خرجت في الوقت المناسب، وهنا تأتي خبرة جينا داكروز، ضيقت الرؤية، زاوية الرؤية عند روس في اللقطة الماضية، بل قلصت عموما. كرة تنتهي وتعود، واعتقد الآن الصافرة ستأتي في هذه اللحظات لإعلان المتاهل الرابع إلى دور المجموعات، ليعتقد بنسبة كبيرة. نعم، في هذه اللحظات تأتي صافرة النهائي لإعلان بأن أبو ظبي المتاهل الرابع إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بعد منافسات صعبة، وبعد لحظات صعبة، وبعد مباريات ليست سهلة، أبو ظبي يتأهل إلى دور المجموعات. النصر بكل شرف بصراحة قدم مستويات كبيرة في هذا الدور التمهيدي، لكن